في 5 مشروعات مصرية فازوا في مسابقة التحكيم العالمية كأفضل مشروعات إنشائية وهندسية على مستوى العالم في عام 2022. هذه المسابقة بتنظمها مؤسسة ENR الأمريكية الخاصة بالاستشارات الهندسية، ومن ضمن هذه المشروعات المصرية اللي فازت في هذه المسابقة هي محطة رياح راس غارب كأفضل مشروع للطاقة والصناعة في العالم. المحطة دي بتعتبر الأحدث في مصر، بتضم في أحد مشروعاتها 126 توربينة رياح بإجمالي قدرات 262 ميجا وات، أما عدد التوربينات بشكل عام فوصل ل 290 توربينة بإجمالي 580 ميجا وات. تفاصيل أكتر عن المحطة هنعرفها في سياق هذا التقرير. المشروع هنا بقدرة إجمالية مركبة 580 ميجا وات، تم تنفيذه على 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت بتمويل ألماني، سنة 2015 تم التشغيل التجاري للمرحلة الأولى. المشروع الأول تم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في سبتمبر 2015 تم التشغيل التجاري بقدرة 200 ميجا، والمرحلة الثانية تم تنفيذها في شهر يونيو 2018 بإضافة 40 ميجا، وأصبح العدد الإجمالي للمشروع الأول جبل الزيت 1 240 ميجا بعدد 120 تربينة. المشروع الثاني هو مشروع بتمويل ياباني، المشروع جبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجا بعدد 110 توربينة، وده تم تنفيذه في شهر يونيو 2018. الإنتاج الإجمالي لمحطة جبل الزيت سنويا بيصل إلى 2400 جيجا وات ساعة بتضخ على الشبكة القومية. المحطة تحتوي على 3 مشاريع حاليا، الحمد لله بفضل الله داخلين خدمة وبيشتغلوا وبينتجوا. القدرة المركبة للمحطة الحالية 580 ميجا وات. المحطة بتتكون من 3 مشاريع حاليا، وفي مشروع ان شاء الله اندر كونستراكشن ان شاء الله يخش الخدمة باذن الله خلال العام القادم باذن الله 2023 ان شاء الله. عدد التوربينات المتواجدة في الموقع الحالية 290 توربينة، قدرة التوربينة 2 ميجا وات. القدرة المركبة زي ما قلت لحضراتكم هي عبارة عن 580 ميجا وات. احنا دلوقتي موجودين في غرفة التحكم بمشروع مزرعة جبل الزراح جبل الزيت. موجودين الشاشات اللي قدام حضراتكم دي بكل مشروع يخص المشروع بتاعه، زي مشروع الياباني المشروع الاسباني. بنقدر نتحكم في التوربينات الخاصة بالمشروع على حدة، من خلال حبينا نوقف توربينة، حبينا نعمل نشوف الصيانات الاعطال الكلام ده كله.